اللقاء يندرج في إطار الأنشطة التي ينظمها المركز الأكاديمي للدراسات الاجتماعية، وتندرج بالأساس في نوع من النشاط الذي اسميناه تجارب بحثية. وهذا اللقاء استضفنا فيه الباحث السوسيولوجي المغربي محمد شكري سلام لتجربته في المجال العلمي من أهميتين وعمق ومدة طويلة. وهذا النشاط النوع من الأنشطة اللي سميناه تجارب بحثية، هذا النشاط هو الهدف منه هو نقل المهارات والمعارف التي ركمها باحث معين من خلال تجربته البحثية إلى أجيال لاحقة من الباحثين المبتدئين والباحثين الطلاب والطلاب أيضا بصفة عامة، من أجل تطوير كفاءتهم في البحث ووضعهم في سياقات عملية لإنتاج المعرفة السوسيولوجية والمعرفة في مجال العلوم الاجتماعية عموما. وستأتي لقاءات أخرى مع باحثين آخرين من أجل مناقشة قضايا بحثية جديدة ووضع الباحثين في سياق تجارب بحثية أخرى. هذا النشاط في إطار البرامج التي صدرها المركز الأكاديمي للدراسات الاجتماعية بشراكة مع فريق البحث في التحولات القيمية في القيم المجتمعية والتحولات السياسية، والذي ارتئينا من خلاله أن نضع مجموعة من الأنشطة الهادفة والتي توجه للطلبة الباحثين في مجال العلوم الاجتماعية بكيفية عامة، وتهتم على الأساس بالإشكالات والقضايا المرتبطة يعني إنجاز البحث، سواء ما يتعلق بالإشكالات النظرية المطروحة أو ما يتعلق على الخصوص بما يطرحه الميدان من تعقيدات ومن صعوبات ومن يعني مآزق إذا صح هذا القول. ولذلك فإننا نهدف من خلال هذا النشاط أو هذا البرنامج الذي اسميناه تجارب بحثية إلى الوقوف عند مختلف التجارب أو تجارب الباحثين في العلوم الاجتماعية من خلال إنتاجاتهم، سواء ما يرتبط بالكتابات التي تم إصدارها أو ما يرتبط أيضا بما يعني راكمه الباحثون في العلوم الاجتماعية من تجارب في الميدان. إذن هذا النشاط بطبيعة الحال سوف يتبع بأنشطة أخرى، من ضمنها على الخصوص برنامج آخر يعني يدخل في إطار الشراكة دائما ما بين المركز الأكاديمي للدراسات الاجتماعية وفريق البحث في يعني القيم المجتمعية والتحولات السياسية دائما، والذي بطبيعة الحال يتم دائما في إطار شراكة مع مختبر يعني القيم والتحولات الإنسان المجتمع والقيم. وبطبيعة الحال من ضمن البرامج المسطرة والتي سوف نعلن عنها قريبا إن شاء الله يعني برنامج تقاطعات الذي سوف يستضيف باحثينا في حقول يعني معرفية مختلفة، سواء في العلوم الحقة أو في العلوم الاجتماعية، للحديث عن التقاطعات، سواء ما يتعلق بالتقاطعات النظرية والمنهجية التي تربط الكثير من حقول العلوم الاجتماعية. طبعا هذا الامر هذا ايضا سي يعني يعطي دفعه قويه اذا صح هذا القول يعني لكليه العلوم الاجتماعيه. بطبيعه الحال يعني فريق البحث هذا هو حديث النشاه، يعني لم يمر سوى سنه على انشائه، ويضم خيرًا من الباحثين في مجال العلوم الاجتماعية بطبيعة الحال، وينشط في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة بن طفيل. أظن أن يعني البرامج التي سوف تصدر لاحقًا هي برامج واعدة موجهة للباحثين، وتهدف إلى تشجيعهم على النشر وعلى الكتابة وعلى أيضًا يعني الحضور لورشات تكوينية ورشات علمية من هذا القبيل.
نشكر جميعا بطبيعة الحال كل الذين ساهموا من قريب أو بعيد في إنجاح هذا النشاط، وأخص بالذكر جامعة بن طفيل في وكلية الآداب كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بطبيعة الحال في شخص عميدها وإطاره الإطار الإداري كذلك، والأساتذة والطلبة الذين حضروا إلى هذا النشاط وأغنوه من خلال نقاشاتهم وملاحظاتهم واستفساراتهم. آمل أن يعني يكون هذا اللقاء منطلقا للقاءات يقوم بها أو تقوم بها فرق بحث أخرى ومراكز بحث أيضا تنفتح على الجامعة في إطار شراكات هادفة بطبيعة الحال إلى إغناء البحوث في العلوم الاجتماعية والإنسانية بكيفية عامة. كانت مداخلتي في هذا المساء باستضافة مركز البحث الاجتماعية وأيضا فريق البحث في القيم المجتمعية والسياسات مداخلة نصبت حول مساءلات والتفكير في الخطوات الأساسية للبحث الاجتماعي، وكانت موضوع أساسي اللي هو في السوسيولوجيا. طبيعة الحال القصدية الأساسية العلمية لهذه المداخلة وكما جاءت وتكرست من خلال المداخلات السادة الأساتذة وطلبة الدكتورة بمشاريعهم المعرفية والعلمية كانت أساسا حول توضيح علاقة الذاتي بالموضوعي في البحث الاجتماعي، لأن الذاتي ليس وصمة سلبية والذاتي ليس مرتبطا بحكم حيادي أو بحكم أكسيولوجي أو حكم قيمة، ولكن أساسا وجوهريا أن الذات والمجال الذاتي مؤسس للبحث الموضوعي ليس فقط في علم الاجتماع ولكن أيضا في علم الاقتصاد وأيضا في علم الناس وأنثروبولوجيا في مجموعة من العلوم، بل يمكن أن نرفع من هذا المرقى ومن هذا الاعتبار نعتبر بأنه حتى في العلوم الطبيعية في الميكروبيولوجيا وفي الفيزياء وهذا جانب الذات طموح الذات الهمام اشتغال الباحث اهتمامه بقضايا شخصية لعب دور أساسي ودافع لتطوير البحث الموضوعي المؤسساتي إلى غير ذلك، وقصص وسرديات مجموعة من باحثين في القرن 19 في القرن 20 فيزياء في البيولوجيا وغير ذلك خير شاهدين على ذلك. إذن الرسالة القصدية العقدة الأساسية في مداخلة هذا الأمس بحضور هذا الجمهور المتنوع وهذا كانت هي منح ثقة وهي نسج خيوط التواصل مع الحضور العلمي والأكاديمي المتنوع حول أن البحث كيف ما كان نوعه ينطلق من انشغال ذاتي، وحين نقول انشغال ذاتي ليس بأحكام ذاتية ولكن جعل الذات أساس محور لإنتاج ولتخصيب مشروع علمي ومعرفي ليس فقط في الدكتوراه ولكن لما بعد الدكتوراه أيضا.